خلاص احنا العام الدراسي بينتهي تقريبا يعني، واتمنى لكم جميعا التوفيق ايا كان الفرقه الدراسيه اللي انتوا فيها. حكايه الانجليش والعربي قلتها لكم قبل كده في 100 محاضره، لكن كل مره افضل اقولها ان انا اهيت ان اتكلم شويه عربي وشويه انجليزي، بس طالما ده رغبتكم انا بعملها. انا طلب مني الاستاذ دكتور محمد طلعت انه علشان في امتحان او في اسسمنت او في تريننج يوم الخميس كلينيكال للابدومن ان احنا نعمل كده مراجعه سريعه. فانا صعب جدا تراجع الابدومن كله في ساعه او ساعه ونص او حتى ساعتين، فانا همشي معاكم بسرعه على حاجات انا بعتقد انها تكون مفيده. نتكلم على بصفه عامه الكومن سيمبتومز بتاعه الكومن ابدومينال ديزيزز، هنتكلم على الانفستيجيشنز اللي غالبا بنطلبها لحالات الابدومن، وهنا اتكلم بسرعه كده على الاكزامينشن، وانا جايبه كله illustrated عن طريق صور عشان تساعدكم، لكن الديتيلز كلها هتبقى موجوده يوم الخميس ان شاء الله لما تقسموا مجموعات اللي هيحضر منكم، واعتقد ممكن الصور دي تبقى تفيدكم حتى في الريفيجن، والمحاضره متسجله لو حد عايز يعملها تاني. طيب what are the common GI symptoms؟ بالتاكيد لما بنتكلم على common GI symptoms او common abdominal symptoms، لكن لما بنتكلم على الابدومين والجي اي غالبا لانه الابدومين في حاجات غير الجي اي رينال، لكن هتلاقي السيمتومز مشتركه. فيمكن common GI symptoms بالرغم انها طلب مني اقولها كده، لكن هي اصلا common abdominal symptoms زي الابدومينال بين، زي الهارت بيرن. ودايما ارجع تاني اقول لكم ان الهارت بيرن از نوت ا سيمتوم اوف peptic ulcer disease. It is a symptom of reflux esophagitis. Hematemesis, melena, hematochezia, nausea and vomiting, dyspepsia, dysphagia, وفي ترم تاني اسمه odynophagia. Diarrhea, constipation, tenesmus, distension, في other symptoms زي الزغوطة اللي هي الهيكب، الانوركسيا، الويت لوس. يبقى دول الكومن جي اي سيمتومز اللي العيان ممكن يقول لك عليهم، او حتى لو ما قالكش عليهم انت بتسال العيان. لكن طبعا لو في بين يبقى البين ده فيه اسئله ثانيه بتتسال، لكن دي الكومن جي اي سيمتومز اللي ممكن نلاقيها في حاله الجي اي او في حاله الابدومن. طيب ايه الكومن ديزيزز؟ اشهر واكثر كومن ديزيز ان ذا ابدومن الاي بي اس ريتال باول سيندروم. احصاء بتقول ان 30% من الحالات اللي بتيجي للفاميلي فيزيشن تبقى عندها اي بي اس، اللي احنا كده بناخده لايتلي وتلاقيه موجود في الكتب، الناس اللي بتذاكر من يعني من مذكرات او من كتب هتلاقيه موجود في صفحه ولا صفحتين. تخيل ده بيمثل 30% من المرضى اللي بيجوا لك، واحنا كده بناخده لايتلي. واكثر عيان محتاج انك تركز فيه هو الاي بي اس، لان ملوش دايجنوستيك كرايتيريا واضحه، لانه فانكشنال ديزيز، وانا متاكد انكم خدتوه او اللي ما خدوش هياخده. فبالتالي الكومنست ابدومينال ديزيز اللي هو الاي بي اس، ولازم يبقى كل واحد فيكم عارفه فروم اي تو زي. الريفلكس اللي هو الجيرد الجاستروسوفجيال ريفلكس ديزيز، البيبتيك ألسر ديزيز اللي بيشمل على الجاستريك والديدين الألسر. انا هفتح الكاميرا لان انا بكره ان تبقى المحاضره انتر اكتف من غير كاميرا، اشوف لو كانت بتاثر على الترانسميشن هقوم اقفلها بعد كده. بس لكن anyway الحاجه الثانيه اللي غير الريتال باول سيندروم، الريفلكس، البيبتيك ألسر ديزيز، الدايريا is a symptom and is a disease. الكونستيبيشن is a symptom and is a disease. انفلاماتوري باول ديزيز، والانفلاماتوري باول ديزيز بنحطه تحته مرضين اللي هم الالسيف كولايتس والكرونز ديزيز، بالرغم ان المرضين دول مختلفين تماما عن بعض. الالسيف كولايتس مختلف تماما عن الكرونز ديزيز. حد فيكم كده يعرف يقول لي الفرق الرئيسي ومهم بين الالسيف كولايتس والكرونز ديزيز؟ حاجه تفرق كتير حتى في السيمتوم وفي الكومبليكيشنز اللي بتحصل. ايه الفرق الرئيسي بين الكرونز ديزيز وبين الالسيف كولايتس؟ ان الكرونز اكتر كجرانيولوما. ده باثولوجي مظبوط مظبوط، لكن انا بتكلم على في الباثوجينيسيس. الالسيف كولايتس بيأفكت ويتش لاير في الباول؟
يعني ميكوزا ولا سب ميكوزا ولا ماسكولاريس ميكوزا ولا ماسل لاير ولا سيروزا؟ تعرف يا خالد؟ ميكوزا. ميكوزا. أما الميكوزا آسف بيأثر على كل layers of the bowel. ده الفرق الرئيسي. عشان كده عمرك تلاقي في fistula formation مع الأسف كولايتس never ever. لكن تحصل مع الكرونز لأن هو واخد لحد الماسل layer. It's a deep disease. الفرق الرئيسي ده بيتبني عليه حاجات كتير. يبقى الـ IBD في diseases اتنين موجودين اللي احنا اعتدنا ان احنا نحطهم مع بعض، لكن هما الحقيقة الـ differences اللي بينهم كتيرة جدا. انه اهم في حاجه ان انت دايما تبقى عارف ان الالسيف كولايتس از ا ديزيز اوف ذا ميكوزا، اما الكرونز ديزيز بي افكت ذا هول لاير اوف ذا ستومك. الهيباتايتس وذر اكيوت اور كرونيك هيباتايتس، البانكرياتايتس وذر اكيوت اند كرونيك بانكرياتايتس، الكوليسيستايتس وذر اكيوت اند كرونيك، انتستينال اوبستراكشن، المالجنسي، الليفر سيروز. لكن كاننا خدناهم انا واخدهم مش من فوق لتحت، عشان انا كنت حابب بس اقول لكم انه الاي بي اس از ذا كومنست ديزيز. لكن لو عايز تتكلم من فوق لتحت تبص على الاسوفاجس ممكن يحصل فيها ايه جيرد، تبص على الاستومك والديدنم ممكن يحصل فيهم ايه بيبتيك ألسر ديزيز، تبص على السمول باول والكولون ممكن يحصل فيهم ايه داريا او كونستيبيشن، لو عايز تزود ريكتال بليدنج ويحصل فيهم كمان ايه يحصل فيهم اي بي دي. يبقى كده خدنا الجي اي تراك. طبعا اليمين في ايه؟ في الليفر يحصل فيه ايه هيباتايتس اكيوت او كرونيك، جنبه ايه الجول بلادر يحصل فيها كوليسيستايتس اكيوت او كرونيك، في الديودنم الموجود الهيد اوف ذا بانكرياس موجوده ان ذا كونكافيتي اوف ذا ديودنم اناتوميكالي تحصل فيها اكيوت اور كرونيك بانكرياتايتس، في الباول نسينا نقول انستال اوبستراكشن، وفي اي حته من دول تحصل مالجنسي، وفي الليفر نزود عليهم الليفر سيروز. يبقى كده اتكلمنا على الكومن جي اي سيمبتومز والكومن ابدومينال ديزيزز. طيب ايه اسباب الابدومينال بين؟ كتيره جدا، لكن بصفه عامه ناثروا على فيسرال بين او بيرتونيوم بين. انا عايز اخلي المحاضره دي النهارده اكتر تبقى كلينيكالي اورينتد. طيب لما حد يسالك على البين يبقى احنا مطلوب اعرف منه ايه، اعرف السايد بتاع البين، مهم جدا. البين ده ريفيرد ولا مش ريفيرد، الكاركتر اوف ذا بين، انتنسيتي اوف ذا بين، وات اجريفيتس ذا بين، وات ريليفز ذا بين، ايه الاسوشيشن معاه مع نوزيا مع فوميتنج. هنلاقي هنا ان كل بين ليه كاركتر مختلفه. يعني في اسوفجيال بين اللي زي الكاردياك بين موجوده على اللور ستيرنم، البيبتيك ألسر ديزيز اللي هو ممكن يبقى قلنا هانجر بين مع ديدين الألسر او بوست برانديال بين مع الجاستريك ألسر، والاسوشيشن بتاعه مع النوزيا او الفوميتنج ده ممكن تبقى سيلف انديوسد. الانتستاين اللي عباره عن كوليك، البيلياري بين الموجود في الجاستريك او في الرايت ابر كوادرنت ويسمى ريفيرز تو ذا باك او ذا ليفت شولدر، البنكرياتيك بين زيه زي البيلياري بين. عشان كده احيانا صعب جدا تفرق الجول بلادر بين من البيلياري بين حتى من الديدين الألسر بين، لان الألسر بين ممكن يروح للظهر. لو كانت الألسر موجوده على البوستيريور وول اوف ذا ديودينم يبقى وراها على طول كويس، ممكن تبقى penetrating ulcer او deep ulcer تعمل pain. فلو جه عيان قالك انا عندي epigastric pain والبين ده بيسمع في ظهري، صحيح الجول بلادر از ذا كومنست، لكن ات كود بي pancreatic ات كود بي duodenal ulcer. البين بتاع الابندكس مختلف، البين بتاع الكولوم مختلف مع الدستنشن والجاز وعلاقته بالباول، البين رينال بين مختلف اللي بيروح ليه يبقى جاي من اللاين ممكن ينزل في التستس. يبقى في الاخر لما نقول لك الكلمه بين يبقى البين ده العيان في الشيت في الكلينيك اللي بقول لك انا عندي وجع في بطني اسالوا على الحاجات اللي احنا اتفقنا عليها دي كلها، الكاركتر اوف ذا بين، السايت اوف ذا بين، ريفيرال اوف ذا بين، انتنسيتي اوف ذا بين، ايه اللي بيزود الوجع، ايه اللي بيخلي الوجع يستريح، ايه الاسوشيتد سيمتوم الموجوده معاه. انا اقول لكم على الحاجات المهمه بس، هيماتيمسيس يعني فوميتنج اوف بلاد، كومن كويشن في الكلينيكال اكزام تقول لي ايه الهيموبسيس كومينج اوف بلاد، اقول لك تفرق ازاي هيماتيمسيس من هيموبسيس، موجوده في الاربع خمس حاجات اللي تفرقوا بينهم. دايما هيماتيمسيس بابروكسيمال تو ذا ليجمنتس اوف ترايتس اللي بيعدي قدام او بيعدي على السكند بارت اوف ذا ديدنم، وغالبا الجي اي بليدنج تحت الديدنم ريرلي انتر ذا ستومك. يعني لو في بليدنج موجود من السمول باول غالبا هينزل تحت، والعيان ده هيجي له اكتر يا اما فريش ريكتال بليدنج ونادرا تحصل منه ميلينا. لكن هيماتيمسيس از فوميتنج اوف بلاد. امال ميلينا؟ اكمل على الهيماتيمسيس. طيب هو لازم الهيماتيمسيس يبقى احمر؟ اقول لك انا رجعت دم لونه ايه، ممكن يبقى احمر ريد كولر، ممكن يبقى دارك ريد، ممكن يبقى براون،
اللي بتسمى كوفي جراوند اميسز، او ممكن يبقى حتى ايفن بلاك اللي بتسمى بلاك اميسز. طيب ده بيعتمد على ايه؟ بيعتمد على الديوريشن والكونتاكت مع الاسيد. يعني لو عين عنده بينزف من اسوفجيال فيريسز and he bled، العين اللي بينزف من اسوفجيال فيريسز غالبا ده الدم مش هينزل في معظم الاوقات على الاستومك، لو في ماسيف بليدنج هتلاقي اللون بتاعه برايت ريد. طبعا عين عنده ديدينال ألسر او جاستريك ألسر، والألسر دي التريكل بلاد فيري السبيد بتاعته فيري سلو سبيد، ففي الاخر في وقت للكونتاكت مع الاسيد، فالاسيد بيحوله الى الاسيد هيماتين اللي هو لونه ديب براون او كوفي براون او بلاك. لكن هيماتيمسيس it could be bright red, it could be dark red, it could be brown, it could be black. والبراون ده اللي بيتسمى كوفي جراوند اميسيس. اما الميلانا بقى، الميلانا is black tarry stool, sticky, loose, characteristic odor. الهيموجلوبين HCl acts on the hemoglobin to produce الهيماتين، هو بيعمل البلاك كولر. ممكن يبقى الميلانا قبل الهيماتيمسيس او بعد الهيماتيمسيس، لكن الحاجه المهمه ان بالرغم من الميلانا is a black tarry stool، لكن الهيماتيمسيس والميلانا الاثنين بيعنوا upper GI bleeding proximal to the ligaments of Tietz. السورس بتاعه يا اسافجس يا ستومك يا اما ديودينم. يبقى ده بالنسبه للميلانا. طيب عشان العيان يعدي، هنا سؤال يقول لك ايه؟ عشان عيان يباس one motion of melanin he should have lost 60 milliliter of blood. طيب more than this may lead to melanin for few days. امال ايه الاوكل بلاد بقى؟ اوكل بلاد is blood that you cannot see by your own eyes but you see by a special method. عشان كده الاوكل بلاد ده positive ممكن يبقى موجود بعد الهيماتيمسيس والميلانا for weeks. لكن دايما نخلي بالنا من حاجه، ان العيان بيقول لك بلاك ستول ده ممكن يبقى بليدنج، لكن في حاجات تانية بتعمل بلاك ستول، اشهرها الميديكيشن، واشهر ميديكيشن هو الحديد. ايه كان المشهور؟ البيزمث، كويس، اللي بيستخدم في علاج الاتش بايلوري بورت من اربع ادويه اللي بيسموهم الكوادربل ثيرابي، او الليكوريس اللي هو العرق سوز، من الحاجات اللي تعمل بلاك ستول. طيب تفرق ازاي البلاك ستول بتاع الحديد من البلاك ستول بتاع الميلانا؟ اول حاجه بالهيستوري، اذا العين بتاخد حديد ولا لا، بتاخد بيزمس ولا لا، بتاخد ليكريس ولا لا. الحاجه الثانيه غالبا الميلانا بتبقى سوفت وبتبقى بتلمع جلايسنج، عامله زي البلاك، زي الاسفلت اللي بتحط بتعمل بيه الطرق. نتيجه الحديد او الانتي بايوتيك بيبقى هارد ستول، غالبا ما بيبقاش بلاك بلاك، بيبقى دارك جراي ان كولر. الاودر بتاعت الستول غالبا كلها اوفنسيف، لكن الميلانا بتبقى فيري فيري اوفنسيف مور ذان ذا يوجوال اوفنسيف اودر اوف ذا ستول. طيب لما نلاقي اوكل بلاد في الستول في عيان ما عندوش ابر جي اي بليدنج هيستوري، ما قلنا ممكن عيان يكون نزف من ألسر ويفضل الاوكل بلاد ده شويه لحد ما يكلير، لكن الاوكل بلاد ده من الحاجات اللي سيريوس تيست وشود بي كونسيدرد، بالذات في الناس اللي هم أبوف ذا ايج اوف 50. ولقيت عيان عنده مثلا انيميا هيموجلوبين بتاعه واطي وعنده ويت لوس انكسبليند وعنده اوكل بلاد بوزيتيف، بالذات لو كان عنده فاميلي هيستوري اوف كانسر كولون، العيان ده لازم يتعمل له كولونوسكوبي مع الابر اندوسكوبي لو انت شاكك في حاجه في الابر جي اي تراك، لكن كولونوسكوبي از ا ماست في الناس اللي سنهم فوق 50 سنه، وحتى دلوقتي الايدج نزل ده ل 45 وبقى نزل كمان لحد ال 40. يبقى دي من ضمن السيمتوم اللي اتكلمنا عليها اللي هي الهيماتيمسيس والميلانا. امال ايه الهيماتوكيزيا؟ يبقى فيه هيماتيمسيس وميلانا والاثنين بيعنوا ابر جي اي بليدنج. انا عايز اقول لكم حاجه، ذيس از اللي بياخدوا معايا محاضرات عارفين طريقتي، ان انا ذيس از انتر اكتف سيشن، يعني اي وود لاف ات اني تايم انه حد يستوب مي ويسالني حاجه وبعد كده نكمل تاني، يعني ما تبقوش بس كده كلكم قاعدين متلقين يعني. طيب قلنا هيماتيمسيس وميلانا والاثنين بيعنوا ابر جي اي بليدنج، امال ايه هيماتوكيزيا؟ هيماتوكيزيا ولا ما يقول لك هيماتوكيزيا is passage of fresh blood per rectum leading usually distal to the ligaments of Tietz and غالبا لو كان يعني الكولر كمان بيعتمد على الترانزيت قد ايه تايم الدم ده بينزل، عشان كده احيانا ممكن ما ينزلش فريش بلود، ممكن ينزل بتسمى مارون كولر، كويس، ما اعرفش مارون ترجمتها تبقى ايه بالظبط يعني. لكن غالبا
الهيماتوكيزيا بتعني كل ما يبقى الليجن ديستال في الانال كانال او الريكتم البلد ينزل فريش زي الناس اللي عندهم هيمورويدز او عندهم انال فيشر. ممكن كمان يحصل مع الناس اللي عندهم كلونيك ليجن سبيشالي على الليفت سايد، تيومر في الريكتوم، تيومر في السيجمويد، تيومر في الديسندنج. امال التيومر اللي موجوده في الرايت سايد زي السي كان بتبريزنت بايه؟ بريكتال بليدنج؟ لا، ممكن تبريزنت باوكل بلاد انستول، لكن بيبقى معاهم غالبا انيميا، يعني المين بريزنتيشن بتاعهم بيبقى انيميا. في انفكشن وفي الانجيوديسبليزيا. يبقى هيماتيميسيس مرنا معناها مقابل جي اي بليدنج، هيماتوكيجيا معناها لوور جي اي بليدنج. طيب كده اتكلمنا على الكومن سيمتومز الكومن ديزيزز، وقلت بسرعه كده على شويه نقط كنا عايزين نتكلم عليها. طيب في الحاله دي انا عايز بسرعه كده امشي معاكم في الدياجنوستيك ميثودز اوف جي اي ديزيزز. انا بشخص العيانين دول ازاي؟ ان عندنا كلينيكال دياجنوزس، اول حاجه لاب. لما حد يقول لك ده تشخص ازاي، اتكلم على لاب، بتكلم على راديولوجي بصفة عامة ايا كان الراديولوجي، ممكن تتكلم على اندوسكوبي، ممكن تتكلم على اذر تيست. يعني ستاندرد في اي ابدومينال كيس او جي اي كيس، سي بي سي ده شيء اساسي، السي ار بي شيء اساسي، الاي اس ار، بالرغم انه في ناس بتبقى كتير ولكن الاي اس ار كومبليتلي نون سبيسيفيك، ات شودنت بي ريكويستد، لكن احنا لحد دلوقتي بنعتمد على انفلاماتوري ماركر الاي اس ار والسي ار بي. تلاحظوا حتى في الايرا بتاعت الكوفيد 19 everybody request for CRP، ما حدش بيطلب الاي اس ار، لكن في ناس لازال. انا من الناس اللي بطلوا نعمل الاي اس ار، لانه in my training in the states كان الاي اس ار completely non specific test، CRP دي advantage. بطلب inflammatory marker for inflammation، بيحصل فين الانفلاميشن زي الالسيف كولايدز في الكرونز ديزيز. البلاد كاونت مهم جدا، عين عنده انيميا، ممكن يبقى جي اي بليدنج سواء manifest او اوكلت. انا بحب كلمه مانيفست اسمها اوفرت، مانيفست يعني اوفرت، واوكلت يعني اوكلت خفي. الليكوسايتس زادت يبقى فيه انفلاميشن، ممكن تلاقي الايزينوفيلز تزيد في وجود بعض الهلمنتس انفكشن او البارازايتس في وجود الرجي. من الحاجات المهمه في الفولو في الورك اب بتاع البيشنت لو كان انيميك، اعمل له سيرم ايرون هيطلع قليل، سيرم فيريتين تلاقيه قليل، التي اي بي سي اللي هو التوتال اين بايندنج كاباسيتي هتلاقيه زياده. يبقى عندنا لاب تست حاجات في المعمل زي صوره الدم، زي السي ار بي، زي الاي اس ار، سي بي سي والسي او الاي اس ار، وزي الفيريتين. طب ايه تاني؟ لو انت شاكك في ليفر كيس بنطلب الترانسامينيزس الاي ال تي والاي اس تي. كويس، يعني ارجوكم الليفر انزيمز اسمها ريست ليفر انزيمز. ما يجيش حد واحنا يعني سيبكم من الامتحان اللي انتوا، انا يعني محترم ان انتوا كلكم مهتمين بالاكزام، لكن كمان يعني زي ما اقول لكم الكومبيتيشن في الفيوتشر تبقى صعبه، واحنا بنحاول نعدكم ان انتوا تطلعوا تكومبيت على مستوى ناشونال او على مستوى انترناشونال. فنتكلم على ايه؟ ما حدش يقول في ريزد ليفر فانكشن. ريزد ليفر فانكشن دي حاجه كويسه ولا حاجه وحشه؟ دي حاجه كويسه، نتكلم على سوبر مان بقى ولا سوبر وومن. لكن الريزد liver enzymes او raised bilirubin، يبقى في فرق بين raised liver enzymes و raised liver function test، او high liver enzymes و high liver function test. انا I would love يبقى عندي high liver function test بس يبقى normal liver enzymes. طيب ايه liver test؟ زي transaminases الAST او الALT لما بتمثل hepatitis او cell damage. البعض الحاجات زي الالكالين فوسفاتيز والجاما جي تي والبيلروبين ممكن يعلو مني في الكوليستاتيك ليفر ديزيز في البيلري اوبستراكشن، لكن ممكن يعلو كمان في السيل دامج. دايما اللي عايز يقيم الليفر مظبوط يقيم السينثيتك فانكشن بتاعته. الليفر المصنع بتاع ايه؟ الليفر المصنع بتاع الالبومين وبتاع البروثرومبينتاين. عشان كده لما يحصل ليفر فيلير او لما يحصل ليفر سيلوزس نلاقي الالبومين عمال يقل، لان المصنع اللي بتعمله الانتاج ما فيش انتاج، ونلاقي البروثرومبينتاين بقى برولونجد. يبقى الاسسمنت بتاع الاكشوال ليفر فانكشن تيست بالسينثيتك فانكشن اللي هم الالبومين والبروثرومبين. طيب لو عيان انا شاكك يكون عنده بانكرياتايتس بطلب اميليز ولايبيز، واحيانا بنطلب حاجات اديشنال. وان كان في ناس دلوقتي كتيره جدا في الاوديتنج يقول لك ان انا اطلب اللايبيز احسن من الاميليز، لان الاميليز شورت يعني بيقعد فور شورت تايم، شورت بيريد اوف تايم، فبالتالي ات ويل نوت اد
فاليو لو انا طلبت الليبيز. لانه كمان خلي بالك من حاجه، دايما دايما دلوقتي حتى في العصر اللي احنا موجودين فيه وبالذات في مصر، وانت بتطلب التحليل احنا معظم عيانيننا اوت اوف باكيت بيمنت، يعني بيطلع بيدفع العيان ده من جيبه، احنا ما عندناش هيلث انشورنس. لو عندك هيلث انشورنس الشركه مغطيه كل الناس، اللي هيحاسبك شركه التامين، هتيجي تقول لك انت طلبت ليه للعيان ده اميليز زياده مكان اللايبيز انف، ليه طلبت الاميليز واللايبيز. الاوديتنج ده على فكره هو اللي بيحسن الميديسن وبيخلي الواحد يبقى كيرفول وهو بيطلب الانفستيجيشن بتاعته. طيب ايه حاجات تانية؟ اوكل بلاد من اهم الاختبارات اللي ممكن تطلب، وقلنا اهميته ستول اناليسيز اوفا وبارازايت، ونعمل كلتشر اليورين اناليسيز بالرغم ان نتكلم على ابدومينال كيس، في حالات الجوندس نلاقي يورو بايلانوجين، في حالات الانفكشنز، في حالات اللي ليها علاقه بالكيدني لان الكيدني جزء من الابدومين، فهنتكلم على لويد كريستالوريا او كيدني ستونز. يبقى اول حاجه لاب تبتدي بالسي بي سي انفلاماتوري ماركر اي اس ار والسي ار بي، الايرن ستاديز لو العيان انيميك، لو عيان سسبكتد ليفر كيس بطلب الليفر انزيمز والليفر فانكشن تيست اللي هم السينثيتك فانكشن تيست، البومين وترومبين، لو شاكك في بانكرياتايتس اميليز ولايبيز، لو شاكك في بليدنج اوف ان نون اوريجين او مفيش اوفرت في العيان ده، بيطلع الناس اللي عندهم انيميا لوكال بلادز لايك ستاندرد تيست ستول اناليسيس وكالتشر يورين كالتشر، وفي حاجات ثانيه بقى زي تيومر ماركر الفا فيتو بروتين سي اي اي سي اي 99. طيب ايه ثاني غير اللاب الراديولوجي؟ بس انا حطيت الابدومينال الترا ساوند حطيته لوحده. اللي فيكوا عايز يشتغل امراض بطنه يو شود يعني جيت يور تريننج تو ليرن هاو تو دو ابدومينال الترا ساوند يور سيلف. اللي عايز يشتغل امراض بطنه بالذات جهاز هضمي لازم يشتغل الترا ساوند هو نفسه، ما تبعتش لحد عياني، انا بات اي دو ماي اون الترا ساوند بيشنتس كويس، وتعمل اندوسكوبي. الترا ساوند ايه المزايا بتاعته؟ ما تعدش بقى، قلت لك ايه الادفانس في الالترا ساوند؟ شيب رخيص افيلابل، ده في دلوقتي الترا ساوند ماشين قد السمارت فون، يعني البروب بتاعها بيتوصل بالسمارت فون وتشوف الصوره بتاعتها على الايفون او على السامسونج، وده موجود، مش بقول لكم على حاجه اختراع هتحصل يعني، لا موجود عندي، بس الترا ساوند صغير كده قد التليفون. يبقى الالترا ساوند تشيب افيلابل بورتابل تاخده معاك اي حته، مفيش ايراديشن فيه الالترا ساوند، في عشان كده سيف فيري سيف في البريجننسي، يتعمل مره واثنين وثلاثه واربعه وخمسه. دلوقتي حتى في كونترانس انهانسد الترا ساوند، يعني لو اديت كونتراست مع الالترا ساوند ممكن تشوف بقى lots of other information حتى في الباول thickness. يبقى الالترا ساوند في الابدومين ده حاجه اساسيه، حاجه روتينيه، حاجه cheap available ما فيهاش سايد افكت، ما فيهاش irradiation، portable تحركها من مكان لمكان. طيب انا هنا ابص على ايه فيها؟ ابص على الليبل، سايز، ايكوجينيسيتي، في ماس، في سيست، ابص على البايل داكت نورمال ولا دايليتد، ابص على البورتال فين والتريبيوتريز، ابص على البيلاري تري كلها تراك جول ستونز، ابص على فيها سلج، ابص على الكومون بايل داكت الدايمتر بتاعها في ستون ولا لا، الاقي الوول بتاع الجول بلادر ثيكنس تخين يبقى كوليسيستايتس. تبص على البانكرياس بالذات في العيانين الرفيعين، يعني الالترا ساوند صعب في البانكرياس في الناس الاوبيس بيشنتس، لكن الناس السليم بيشنتس easily you can see the pancreas. والناس الالتراسونوجرافر البروفيشنال they can visualize the pancreas even في الobese patients. شوف البانكرياس homogenous ولا مش homogenous، edematous ولا مش edematous، في ultrasound findings suggestive of acute pancreatitis ولا لا، او chronic pancreatitis، تلاقي في cyst تلاقي في mass. بص على حاجات تانية غير الليفر والبانكرياس والبيدري تري، طبعا كيدنز part من الكيدنز، في اسايتس ولا مفيش اسايتس، احيانا تبص على الليمف نودز، ممكن تشوف الابندكس حتى الابندسايتس لو حد الترا سونوجرافر تمام ممكن يبص على الابندكس، تبص على ماسز سواء تيومر سواء ابسس سواء سيست موجوده. يبقى الالترا ساوند ده بيتسمى اسم جميل جدا بيسموه سماعه البطن، يعني البطن ليها سماعه وليها شوافه، سماعه البطن هي الالترا ساوند وشوافة البطن هي 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 المنظار، تمام؟ يبقى عشان كده ده اللي خلاني احطها لوحدها
قبل ما اتكلم على الراديولوجي. يبقى الانفستيجيشن بتاعت الكيس اتكلمنا على اللاب، وبعد اللاب اتكلمنا على الابدومينال الالتراساوند. انتوا معايا؟ حد يقول لي اي حاجه؟ مع حضرتك يا دكتور. ماشي مروه ومحمد، ماشي تمام. طب دخلنا بقى الراديولوجي، حاجه تانية عايز اقول لكم عليها بقى، مش بس الامتحان، الامتحان والكلينيكال براكتس. كلنا معظم الناس حتى الدكاتره النواب منظور لكم الكلام ده، يا سيدي اعمل حاجه، يقول لك اعمل سي تي ولا ام ار اي. ليه؟ ايه اللي يخليك تروح للسي تي والام ار اي؟ البلين ابدومن اكس راي دي فيري يوسفول. لو عندك فري اير اندر دايفراج، لو في بيرفوريشن، ممكن تلاقي جاز وفلويد ليفل ودايريتد لوبس في الناس اللي عندهم اوبستراكشن، ممكن تلاقي كالسيفيكيشن. البريم ستادس بانواعها زي البريم سوالو، البريم ميل، البريم فولو ثرو، والبريم انيما. وان كان بعض الستادس زي البريم ميل دلوقتي تقريبا في وجود الاندوسكوبي غالبا صعب جدا حد يطلب بريم ميل، لكن ممكن حد يطلب لحد دلوقتي بريم سوالو حتى قبل الاندوسكوبي احيانا، عشان تعمل مابينج في الناس اللي عندهم ديسفيجي، احسن يكون عندهم حاجه سيريس، يكون عنده مثلا دايفرتيكولار ميبرفوريت ولا حاجه. فايه لو عايز تبتدي بالاندوسكوبي ابتدي، بس يو هاف تو بي فيري كيرفول. لكن ممكن تعمل بريم سوالو، البريم ميل فولو ثرو عشان السمول باول. البريم انيما برضو الحقيقه الدور بتاعها عمال يقل، لكن لازال، لكن البريم ميل اولموست بقت حاجه اوبسوليت. طيب غير البلين والبريم ستاديز، الانجيوجرافي عشان تشوف اي ابنورمال فيسز. بعد كده الاستاندر بقى السي تي والام ار اي. السي تي ده مش بس دايجنوستيك، لا دايجنوستيك ببايوبسي. ممكن لقيت ماس اخد سي تي جايدد بايوبسي، ممكن اخدها بالالترا ساوند، ممكن اخدها بالسي تي. في حاجه اسمها الفيرشوال كولونوسكوبي. الفيرشوال كولونوسكوبي يعني في ناس مش عايز يعمل كولونوسكوبي فور وات ايفر ريزون، او في كونترا انديكيشن، فبتعمل له حاجه اسمها، هو الاسم الصح بتاعها مش كولونوسكوبي، الاسم الصح بتاعها فيرشوال كولونوجرافي. لحظه واحده اقفل التليفون بتاعي. وبعدين الام ار اللي بيعمل كمان حاجه اسمها ام ار اي، اللي هو ام ار انجيوجرافي، وام ار سي بي. الام ار سي بي ده اللي هو ماجنتيك ريزونانس كرانشو بانكريتوجرافي، يعني ممكن ترسم الكومن بايل داكت والرايت والليفت هيباتيك داكت والبانكرياتيك داكت مع كل يعني كل البيلال تري وكل البانكرياتيك داكت ممكن تتشاف. يبقى ادي الحاجات الراديولوجي، يا بلين يا فيريوم ستاي يا انجيوجرافي يا سي تي يا ام ار اي. طبعا بتختار ايه على حسب الحاله وعلى حسب انت عايز تشوف فيها ايه. احنا بندسكاس ان جنرال. طيب اخر حاجه الاندوسكوبي، او مش اخر حاجه يعني، هنا الاندوسكوبي upper endoscopy اللي هو بيشوف الاسفجس والاستومك والابر بارت اوف ذا دينم، lower endoscopy اللي بيشوف من اول الانال كانال والريكتم descending sigmoid descending transverse ascending colon، وممكن تشوف كمان حته من الاليوم 10 20 30 سنتي بينهم السمول باول، بتعمل لها انتروسكوبي. يبقى في upper endoscopy lower endoscopy انتروسكوبي which is small which is endoscopy of the small bowel. By the way الانتروسكوبي ممكن يتعمل from the mouth، ممكن يتعمل from the anus. طب انت ليه بعمله من الماوث ومن الانس؟ بتعمل لانه انتوا سامعيني؟ يا دكتور سامعين حضرتك. اوكي انا في نبره غريبه بتكلمني، فانا خايف حد فيكم يكون بيكلمني ان انتم مش سامعين يعني. اوكي السمول باول طولها من 6 ل 8 متر، والانتروسكوبي از فيري تيديوس تكنيكس. احيانا بيبقى صعب ان انت تعمل كومبليت شوف كل السمول باول. فانا لو انا سسبكتد ان الليجن بتاعتي موجوده في البروكسيمال بارت اوف ذا سمول باول، هعمل الانتروسكوبي فروم ذا ماوث. عشان لو ما قدرتش اشوف الديستال بارت، يبقى انا على الاقل شفت الجزء اللي انا عايز اشوفه. نفس الكلام بيتقال على لو عايز اعمله الانتروسكوبي فروم ذا انال كانال. لو انا عايز اشوف الديستال بارت اوف ذا سمول باول ستارتنج فروم ذا ايليوم، يبقى انا بعمله فروم ذا انال كانال. عشان لو ما شفتش البروكسيمال بارت، يبقى شفت الجزء اللي انا عايز اشوفه. يبقى في ابر ولور وانتروسكوبي، في اندوسكوبيك الترا ساوند. ايه الاندوسكوبيك الترا ساوند؟ هو منظار فيه عدسه بخش، فكده وانا بقيت جوه، انا جوه اليومن في المنظار العادي، ببقى شايف اليومن من جوه بس. طب عايز اشوف بره اليومن، وعايز اشوف الوول بتاع الباول، اقوم قالب المنظار ده اقلبه كانه الترا ساوند، عشان كده اتسمى اندوسكوبيك الترا ساوند. يبقى انا شايف بعينيا على شاشه
وفي شاشه ثانيه شايف عليها الالترا ساوند اشوف اللايرز الفايف لايرز اوف ذا باول واشوف كمان اوتسايد ذا باول. وممكن بالاندوسكوبك الترا ساوند اخد بايبسس. وفي الاي ار سي بي، مين يعرف الاي ار سي بي اللي هو ايه؟ اللي هو الاندوسكوب. نعم اللي هو الاندوسكوب ريتروجريد ايوه كولون كولونجيو بانكرياتوجرافي. مظبوط مظبوط يا عبد الله. الاي ار سي بي اختصار اندوسكوبك ريتروجريد كولانجيو بانكرياتوجرافي، يعني هو عباره عن منظار بيوصل لحد الديودينم يلاقي البابيلا، البابيلا دي لو دخل فيها بكاثيتر ويحقن صبغه يبص على البنكرياتيك داكت والكومن بايل داكت، فتسمى اندوسكوبك لانه اندوسكوبك. اتسمى ريتروجريد لان انا جايب الداكت من اخرها مش جايبها من من الانترا هيباتيك. كولانجيو بانكرياتوجرافي عشان بتلون بيها البنكرياتيك داكت والكومن بايل داكت. والاي ار سي بي ده ات كود بي دايجنوستيك عشان تو دايجنوز ستونز او كلتشر او متاسف ستونز او تيومر او اوبستراكشن او 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 كولانجيو كارسينوما او بانكرياتيك تيومر دايز. ويو كان ابلاي ثيرابي، دي تستون اقدر اشيلها بالمنظار، تفتح البابيلا من تحت الاورف الصغيره دي وتشيل الحصوه، او تحط دعامه لو في بيلري اوبستراكشن، او تاخد بايوبسي فور دايجنوز. واخر حاجه الكابسول اندستري. الكابسول اندستري عباره عن كابسول، استنى اجي اوريها لكم، خليكم معايا واحده. شايفينها؟ اضربها كده على الكاميرا. الكابسول اندوسكوبي اذا كابسول، لو تلاحظوا هنا الكابسول دي فيها عدسه واحده والثانيه دي فيها عدستين، فيها واحده بروكسيمال وواحده ديستال، دي بتاعت الكولون ودي بتاعت السمول باول. يبقى الكابسول اندوسكوبي عباره عن كابسول زي حجم كبسوله الدواء او كبيره شويه، او حجم الكبسوله بتاعت الفيتامين، والعيان بيبلعها بتاخد صور، عشان كده اتسمت كابسول اندوسكوبي. الديس ادفانتج بتاعت الكبسول، الادفانتج بتاعتها ان انت مش محتاج تدخل حاجه في العيان، ان هو بيتعمل وزاوت سيديشن، حتى لو العيان ده بياخد انتي كواجوليشن، وبعدين بتنزل الكبسول مع الصول، والصور كلها اللي هي كانت بتصورها بتتنقل وايرلس بحاجه زي البيجر كده موجوده على الحزام. في انواع من الكبسولز يو هاف تو كولكت الكبسول عشان بتبقى الداتا ستورد جواها. ادي الكبسول اندوسكوبي. الديس ادفانتج بتاعتها ان انت ما بتقدرش تاخد منها اي بايوبسس، وما بتقدرش تابلاي لحد دلوقتي اي ثيرابيوتيك بوتنشلز. يبقى دي بالنسبه للاندوسكوبي. في حاجات ثانيه في الجي اي، اخد بايوبسس بقى بالالترا ساوند جايد، سي تي جايد، ام ار جايدد بايوبسي. احيانا بنعمل سبيشال تيست الاسايتس، بنعمل البي تي سي اللي هو البيكوتينيوس ترانس هيباتيك كولانجيوجرافي، ده زي الاي ار سي بي بس بدل ما بتعمله من تحت كده من اندوسكوبك، لا بتعمل من خلال الليفر، بتاخد البيكوتينيوس يعني من خلال السكين، تدخل الابره تدخلها في الليفر لحد ما توصل للبايل داكت وتحقن صبغه اسمها بيكوتينيوس ترانس هيباتيك كولانجيوجرافي. ولو عملت البي تي سي لو في بيلري اوبستراكشن ممكن تعمل بي تي دي، دي اللي هي بيركوتينيوس ترانس هيباتيك درينج. طيب قلنا في الاندوسكوبي في ابر ولور واندوسكوبي واندوسكوبيك الترا ساوند وكابسول اندوسكوبي. في حاجه اسمها لاباروسكوبي. لاباروسكوبي ده ثرو ذا ابدومن. يبقى الاندوسكوبي اللي كنا بنتكلم عليه كله ده ثرو ذا ناتشرال اورفيس الماوث او الانال كانال. لكن اللاباروسكوبي از ثرو ذا ابدومن. الاتش بايلوري موضوع كبير وليه دايجنوستيك بتاعته بالبايوبسيس، بالرابيد يوريس تيست، باليوريا بريث تيست، وبعد كده في البي اتش متري اللي هو 24 اورز بي اتش متري، ليها انديكيشن معينه بالذات في الناس اللي عندهم نون كاردياك تشيست بين، والمانومتري في زي الناس اللي عندهم اكاليزيا اوف ذا كارديا، اللي عندهم احيانا في الجاستريك هايبوموتيليتي مانومتري، في ريكتال مانومتري، في سفنكتر اوف اودي بتاعت السي بي دي والبنكرياتيك داكت سفنكتر اوف اودي. يبقى دي غالبا كده معظم الانفستيجيشن اللي احنا بنحتاجها يعني.
يبقى to summarize الجزء ده من المحاضرة ان احنا اتكلمنا على symptomatology والcommon abdominal symptoms، اتكلمنا على الcommon diseases، قلنا شوية definition على الحاجات المهمة زي البين، زي الهيماتيمسيس، زي الميلانا، زي الهيماتوكيجيا، زي الحاجات اللي عدينا عليها بسرعة. قلنا الورك اب بتاع الجي اي ديزيزز، بتكلم على اللاب وبتكلم على الالترا ساوند، بتكلم على الراديولوجي، ابتداء من البلين اكس راي للبيريوم ستري للانجيوغرافي للسي تي للام ار اي، بعد كده اتكلمنا على الاندوسكوبي سواء ابر لور اندوسكوبي للسمول باول كابسل اندوسكوبي اندوسكوبيك الترا ساوند، واتكلمنا على والاي ار سي بي، وبعدين اتكلمنا على الاذر تيست. طيب لحد هنا في حد عنده اي سؤال قبل ما نقلب على الجزء الثاني اللي هو بتاع كلينيكال اكزامينشن؟ دكتور معلش، هو حضرتك قلت الباريوم ميل ليه ما بقيناش نستخدمه؟ ليه بقى؟ لان عندك الاندوسكوبي، هو الباريوم ميل بيعتمد على ايه يا مروه؟ بيعتمد ان الواحد يشرب باريوم اللي هو عامل حاجه زي اللبن ده، وبعدين تشوفي هل في حاجه في الاستومك البيريوم ده زي ما كنت شربي حاجه ده كله متاخد كده هوموجينس ولا حته فيها ديفكت. فلو حته فيها ديفكت تقولي دي ألسر او تقولي دي مس. طيب علشان اشخص كده لازم الألسر دي تكون كبيره ولازم المس تكون كبيره. طب انا عندي تكنيك تاني اللي هو الاندوسكوبي يبين لي the very tiny lesion. يعني لو ما فيش، احنا قلنا لو انت فاكره في البيبتيك ألسر ديزيز قلنا ان في ايروجن، الايروجن دي ستيجن ألسر ديزيز وتبقى حاجه فيري فيري سوبرفيشال، او ممكن تبقى في تيومر فيري فيري تايني انت مش قادره تشوفيه. والاهم من ده وده لما تلاقي حاجه او واخد منها بايوبسي. عشان كده في الدي باتوم لاين ان الاندوسكوبي تقريبا ريبليسد الباريوم ميل. طب ليه ده ما حصلش مع الباريوم سوالو؟ لان في الباريوم سوالو بيتعمل الاسوفاجيال ديزيزز، في ناس لحد دلوقتي انا مش منهم بتفضل انها تبتدي الباريوم سوالو. طيب يبقى الباريوم سوالو لازال ليها دور في الناس اللي عندهم ديسفيجيا. تعرفي قبل ما تخش المنظار احسن يكون عنده مثلا تيومر قافل، يكون عنده دايفرتيكولم او مدخل فيه عمل له تروما بالمنظار عمل له بيرفوريشن، يبقى الباريوم سوالو لا لازال ليه دور. الباريوم ميل اولموست ازداد. طب الفولو ثرو لازال ليه دور، ليه؟ لان الانتروسكوبي اللي هو الفولو ثرو عشان تشوف السمول انتستين وكمان الكولون، الفولو ثرو لسه ليه دور لانه الاندوسكوبي مش موجود في كل مكان وعايز حد اكسبرت وفيري تيديوس وفي ريسك عالي. والباريوم انيما لازال ليها دور لانه الكولونوسكوبي احيانا في ناس كونترا انديكيتد اعمل لهم اندوسكوبي نتيجه البريباريشن نتيجه حاجات كتيره جدا. يعني عشان كده كمان الباريوم انيما لازال ليها دور لو ان الدور بتاعها كمان قل اكتر بعد السي تي، لانه السي تي في حاجه اسمها سي تي اللي كنت قلتها اللي هي سي تي كولونوجرافي او سي تي كولونوجرافي او الفيرتشوال كولونوسكوبي اللي هو بيبقى مور اكيوريت عن الباريوم انيما، لكن الباريوم ميل اكشوالي از داد. تمام يا دكتور، شكرا لحضرتك. العفو يا مروه. حد عنده اسئله تاني قبل ما نشفت على الجزء بتاع الكلينيكال؟ اوكي طيب خلينا ايه نبتدي دلوقتي على كلينيكال اكزامينشن بتاع الابدومن اللي انت لو حد فيكم هيحضر يوم الخميس عايزكم يعني مجرد بس يبقى اكسبوجر. الكلينيكال تيتشنج مهما عملنا حاجات اونلاين انا حاولت اجيب لكم صور، لكن شوف الصوره حاجه وتعمل بايديك حاجه تانية. مهما حد قال لك 100 مره كويس خليني اقول لكم حاجات فيري سمبل. قياس درجه الحراره، قياس الضغط، لو انت قريت وسمعت وعارف ان الكف يتحط فين وفوق الانتي كيوبيتال فوسا بانش ونص والكورد يبقى موجود فين وتسمع السماعه بالكون ولا بالدافران، مهما قريته لكن لما تيجي تعمله حاجه ثانيه خالص. انا بعتبرها احسن مثال هي السواقه. لو انا جيت حد يعلم حد السواقه وقال له بص هتيجي وتقف وتظبط المرايه وتقفل الباب وتحط المفتاح او تدوس على الزرار لو كانت العربيه بتاعتك كيلس وتجيب الاول او تبقى على الدي لو عندك عربيه اوتوماتيك، دي كومبليتلي قصه. لو واحد عارف سمع الكلام ده وقلت له فتح الباب هتلاقيه ارتبك.
فالكلينيكال اكزام اذا كلينيكال اكزام عايز تتعمل انت عشان دايما كنت بريكومند اللي كانوا معايا في الكلينيكال فيكو في الكلينيكال راوند ان انت يو هاف تو ميجر ذا بلاد بريشر فور ايتش اذر ميجر ذا تمبريتشر فور ايتش اذر. حتى الولاد لوحدهم والبنات لوحدهم ممكن يبتدوا يعملوا اكزامينشن للابدومن للكاروتيدز للليمفادينوباثي وده مور سيف ليكوا حتى انتوا ويوزنج الستودنت ستودنت ان اكزامينشن. دي حاجه في التيتشنج والإديوكيشن يعني حاجه ابروفد انترناشونال في اي جامعه عالميه في العالم يعني اني anyway, فده مش بديل انه ان انتوا تبقوا موجودين, لكن انا عايز تبقوا رايحين شويه عندكم شويه معلومات. اي اكزامينشن في الابدومن انسبكشن بالبيشن بيركشن اوسكالتيشن. مظبوط يا عبد الله؟ عبد الله مش معانا. طيب مظبوط يا خالد؟ لو قصدك انا فاه مظبوط يا دكتور. طيب تمام. انسبكشن بالبيشن بيركشن اوسكالتيشن قلنا البالبيشن يا لايت او اللي هو بتسمى اللايت بتسمى سوبرفيشال كويس وبعدين ديب. انا ما بحبش كلمه سوبرفيشال يعني لما لك ايه سوبرفيشال بالبيشن وديب بالبيشن. سوبرفيشال كده بتدي سطحي لكن هو انا بعتقد الاسم الصح مش سوبرفيشال لايت وديب لكن انت كان يوز ذا تيرم اللي انت عايزه يعني. طيب هنا انسبكشن اوف ذا ابدومن نبتدي نمره واحد تبص على العيان في البودي هابتس سكارز حتى جوندس ممكن تشوفها ابدومينال دايمنشنز الماسس. خلينا نبص على الحاجات الثانيه يبقى لو دي فولوينج او اول دي فولوينج شود بي كونسيدرد في الانسبكشن. البيشنت ماست بي اكسبوزد فروم ذا نيبل تو ذا سنسس بيوبس. The knee should be flexed to help to relax the abdomen. لكن في البداية طبعا بلاش تعمل flexion للني لان انت بتبص غالبا على الابدومن من ناحية الباد of the من ناحية الـ يعني رجلين العيان the bottom of the bed. The bladder تقول للعيان قبل الexamination خالص انه يروح حمام لان العيان عنده full bladder. ممكن لو انت ضغطت عليه يتضايق ينزعج يحس انه عايز يعني يورينيت ولو انت قعدت وقت طويل هيبقى العيان منزعج. وقلنا انه دايما يوسفول انك تقسم البطن اربعه كوادرنت او ناين سيجمنتس مكانهم واللاينز مش هقول لكم عليهم هتقال لكم بكره عليهم تمام. لكن في الاخر عندك اللاين اللي موجودين لو اربعه لاين في الاخر بيقسموا لك الابدومن لفور كوادرنتس اللي هم الرايت upper quadrant والright upper والright lower quadrant والleft upper والleft lower quadrant. اما السيجمنتس الثانيه بتقسم الى 9 سيجمنتس بالخطوط اللي هي ماشيه هيتقال لكم عليها في الاكزام. لكن دايما خلي بالك على ال 9 سيجمنتس اللي انت بتعملها تمام. طيب نيجي للسوبرفيشال بالبيشن. لو انت بتمتحن ام ار سي بي اكزام وحطيت ايدك على العيان والعيان فز منك كده وقام انت سقطت في الامتحان يبقى لازم you have to be gentle you have to warm your hands تبقى ليك دافيه على العيان and then you should ask the patient to bend his or her knees and ask the patient if any part is tender and this tender part should be examined the last part. انا نسيت اقول حاجه مهمه جدا انه انت في اول حاجه ممكن تتعمل you have to take the patient permission to perform the examination. يبقى be gentle دفي ايدك ask the patient to bend the knees ask the patient if any part is tender and this tender part should be examined the last part. طيب البالبيشن تبتدي to palpate four quadrants او الناين ريجنز او الناين سيجنز سميها زي ما تسميها عشان لو حته فيهم حصل فيها فيها تندنس او ريجيديتي تعرف انت الاورجن اللي هنا ايه او الاورجنز اللي هنا ايه. يبقى لما بتقول لي في تندنس تقول لي في تندنس موجوده في الامبلايكال ريجن او في لو انت قلت اربعه كوادرنت يبقى رايت ابر كوادرنت بس احسن في التندنس تتكلم على الناين ريجنز. You have to note any abdominal gardening or masses. احيانا تلاقي حته كده فيها gardening اكتر يعني تلاقي المصل فيها انشف
او تحس تحت ايدك اي سويلنج. يبقى كده بعد ما خلصنا الانسبكشن شفت من على البطن والعيان من اول النبل لحد السيمسس بيوبس، وقلنا بتبص على ايه، وقبل ما تعمل حاجه خالص بتشوف بتاسك البيشنت بيرميشن، وادي البالبيشن اللي هو السوبرفيشال او اللايت بالبيشن، انا بحب كلمه اللايت بالبيشن اكتر، بتبتدي تشوف سيجمنت سيجمنت. طيب وانت بتعمل البالبيشن assessment of the abdominal muscle tone by palpation ممكن تلاقي ايه؟ تلاقي tenderness، تلاقي guarding، تلاقي rigidity، او تلاقي rebound tenderness. rebound tenderness يعني ايه؟ يعني مثلا عيان عنده tender في right iliac fossa، فانت بتدوس العيان بيقول لك متألم وانا بدوس على right iliac fossa، وبعدين تشيل ايدك بسرعه تلاقي البين يصرخ، ده rebound tenderness. طب ده معناه معناه ان في peritoneal irritation، ممكن يبقى acute appendicitis، ممكن يبقى ovarian cyst، لكن في inflammation، في حاجه inflammatory process going on. فوانت بتدوس بتلاقي الفيسترال peritoneum بتبوش على التو layers البارايتال والفيسترال peritoneum، وبعدين when you leave your hand quickly انت you push وبقى كده تسيبك بسرعه، يبقى ده اللي هو ايه rebound tenderness. طيب الديب بالبيشن بقى بنفس الكلام، مش بقى لايت، التاني هتشوفوه في يوم الخميس هتلاقي ان انا I'm not using force and you have to be very gentle، والحته اللي فيها تندنس تكشف عليها اخر جزء. طيب هنا كان في حاجه انا ما قلتهاش، لا هي نفسها، وقلنا انه الديب بالبيشن الهدف بتاعه ان انا to localize abdominal organs and masses. This is very true. يبقى بتبص على الناين ريجنز بسرعه كده، تبتدي غالبا من الحته away from the tenderness. لو معايا انا ما عندهاش tenderness غالبا نبتدي من left side، يعني كده من left upper quadrant، ونمشي كده في الابيجاثريوم رايت، وبعدين الثلاثه اللي تحتيهم السيجمنت والثلاثه التحتانيين خالص. طيب من ضمن الحاجات بتاعت السبلين بتاعت البالبيشن ان انت you have to palpate for organs. الاورجنز دي ليفر، سبلين، كينس، مفروض اورطه if you can fine if you cannot it's okay، لكن دول اساسيين الاورجنز دول، انا بتكلمتي على الديب بالبيشن. طيب ايه الكلينيكال بيرز اللي انا اخلي بالي منهم وانا بعمل بالبيشن للسبلين؟ السبلين موجود فين؟ موجود في الليفت هايبوكوندريوم تحت الريب رقم 9 و10 و11. النورمالي نوت فيلت بلو ذا ليفت كوستال مارجن. امتى تحسه؟ يو ويل نيفر بي ايبل انك تحس السبلين تحت الكوستال مارجن غير لو كان انلارجد 3 تايمز ذا ابر ليميت اوف نورمال. السبلين فيه نوتش وده بيفرقه لك من اي ماس ثانيه، يعني لو حسيت ماس في الليفت ابر كوادرنت تقول لي دي سبلين، فانا اقول لك عرفت انها سبلين ازاي؟ انا بقول لك انها كدني. ففي حاجات فروقات من ضمنها هقول لكم ان انتوا مثلا ان انت you are able to insinuate your hand بين الماس اللي انت حاسسها دي والكوستال مارجن، هتحس انها فيها نوتش، لو لقيت نوتش يبقى سبلين، لكن ممكن ما تحسش طبعا ممكن ما تحسش النوتش. السبلين بي كيرفول لو لقيت العيان تندر يو دونت هاف تو بوش. طيب احنا قلنا تحس السبلين يبقى لازم يكون انلارجد اكتر من 3 تايمز ذا ابر ليميت اوف نورمال. فلو اقل من 3 مرات احسه ازاي؟ الاقي دالنس في التروبس اريا. التروبس اريا موجوده فين؟ على المكان الموجود فيه السبلين اللي هو فين؟ الريب 9 و10 و11. يبقى ايبر كاس 9 و10 و11. خلي بالي من حاجه ان الدالنس ده بتاع التروبس اريا بتلاقي برضو فيها على يمينها في ايه، شمالها في ايه، فيها في ايه، تحتيها في ايه. الفول ستومك ممكن تعمل دال تروبس اريا. تمام، يبقى السبلين بعمل له بيركشن السبلين بعمل له اكزامينيشن ازاي، هل بطفي ايدي بالالر هاند ولا بالتيب؟ هيتقال لكم الكلام ده يوم الخميس. ما بحسوش غير لو كان اكتر من 3 تايمز ذا ابر ليميت اوف نورمال. النوتش لو حسيته يبقى سبلين، ما حسيتوش ممكن يكون سبلين بس انت مش حاسس تحس النوتش. طب تبتدي البالبيشن منين؟ تبتدي من الرايت ايدك فصه، لان السبلين لو انلارجد يوجلي انلارجد واصل لحد الرايت ايليك فوسا
يعني الصوره دي الايد في الـ في الليفت سايد، لكن الاكشوال when he start the examination it should be from the right iliac fossa، لانه لو السبلين انلارجد وانت بديت البالبيشن بتاعك زي ما هو بادي كده في الليفت سايد انت مش هتحس السبلين، انت هتبقى فوق السيرف بتاع السبلين، لان انت بتحس السبلين وانت بتبوش بتقول للعين خد نفس، فالسبلين تفضل كده ويتحرك في اتجاه السبلين. السبلين لو انلارجد هينلارج من اتجاه الليفت ابر كوادرنت للرايت لور كوادرنت، فانت في اتجاه الدياجونال ده من اول من ناحيه عند الزايده كده في الرايت ايديا فوسا تبتدي بترفع ايدك كده تقول العين خد نفس، سواء بالالنر او بالتيب اوف ذا فور فينجرز او بالطريقه اللي هو حاطط بيها ايده دي لحد ما تحس السبلين لو كان انلارج. طيب الباي مانوال بالبيشن اللي هو تسمى البلاطمنت، البلاطمنت يعني بتحط ايد قدام زي ما هو حاطط كده الرايت هاند من قدام والليفت هاند عامل بيها سبورت لللاين او للرينال انجل، وبعدين تبتدي لو انت حسيت ماس بتعملها باي مانوال. لو الماس اللي انت حاسسها قدام دي عملت لها بوشنج وحسيتها في الايد الشمال ناحيه رينال انجل دي رينال ماس، والعكس لو انت الماس اللي انت حاسسها لقيت نفسك ان انت بتعمل فوق بتحسها في الايد الثانيه غالبا كويس رينال ماس، يبقى دي الباي مانوال اكزاميشن بيساعدك انك يقول لك ماس دي هل هي رينال ماس ولا هي سبلينيك ماس. دي صعبه شويه اعتقد هتقال لكم بيها يوم الخميس. طيب الباي مانوال اكزاميشن ده ممكن تعمله للشمال للسبلين، ممكن تعمله للكيدني على الليفت سايد، ممكن تعمله للليفر على الرايت سايد، ممكن تعمله على الرايت كيدني، ممكن تعمله على اي ماس انت حاسسها. يبقى من اول كده تاني اه دقيقه، يبقى قلنا انسبكشن بالبيشن لايت وديب، ما تنسوش اللي هم الناين ريجنز واللايت بالبيشن عشان تندرنس وريجيديتي وجاردنينج وديب بالبيشن عشان نشوف الاورجنز السبلين خلصنا منه نشوف والباي مانوال. نتكلم على بقيه الحاجات بقى. طب نيجي الليفر بقى. طيب بتبتدي تشيك الليفر بالالنر سايد، تبتدي برضو من الرايت ايليك فوس، يبقى سواء بتشوف ليفر او بتشوف سبلين تبتدي من الرايت ايليك فوس. هنا في حاجه مهمه هقولها لكم بعدين، ان انت مهم جدا تعرف الابر بوردر اوف ذا ليفر. ليه؟ سبوز ان انت حسيت الليفر وانت بتعمل كده باي مانوال اكزامينشن بالالنر هاند والعين بتقول له خد نفس، حسيت ان في حاجه از هيتنج يور هاند، طب هل ده انلارجد ليفر ولا توزد ليفر؟ يبقى لازم اعمل بيركشن اللي انا اقول لكم عليه بعد كده. يبقى قبل ما تقول ان في هيباتوميجالي لازم اتاكد ان اللي انا حاسه ده لو كان ليفر هل هو انلارجد ليفر ولا توزد ليفر. توزد يعني نازل عن مكانه، ده حددته بالابر بوردر اللي هو المفروض الليفر موجود في الفيث انتركوستال سبيس. تمام. طيب بالبيشن اوف ذا ليفر ايه الكلينيكال بيردز؟ make the upper border by tidal percussion. هقولكم في السلايد اللي جايه. الرايت لوب شود بي بالبيتد في الميد كلافيكولار لاين ستارتنج فروم ذا رايت ايليك فوس. يبقى سواء بتبص على ليفر او على سبلين يو ستارت بالبيشن من الرايت ايليك فوس. الليفت لوب شود بي بالبيتد ان ذا ميد لاين ستارتنج فروم ذا امبيليكال ريجن. يبقى انا الليفر عندي رايت لوب وعندي ليفت لوب. الرايت لوب من الميد كلافيكولار لاين ستارتنج فروم ذا رايت ايليك فوس، الليفت لوب ما ببتديش من الرايت ايليك فوسا ولا من الابيكال، ببتدي من اول ببتدي في الميد لاين ستارتنج فروم ذا امبيليكال ريجن. طب لو عيان عنده تنس اسايتس وانا ام نوت ايبل تو فيل، حاجه اسمها الديبنج نفس، تجيب ايدك كده وتقوم عامل كده ضاغط على الميه، لانه تخيل ان في ميه وتحتها ليفر، يو مايت بي لاكي انك تحس في وسط الميه دي ان ايدك خبطت في حاجه، لو ده ليفر انلارجر فانت بتعمل كده بتعمل كده بتعمل كده تحس ان في حاجه، والديبنج ميثود دي ممكن تحس بيها الليفر وممكن تحس بيها حتى السبلين لو انلارج. طيب بالبيشن دورت اني طريقه بقى، هل بالسوبرفيشال بالبيشن ولا بالديب بالبيشن ولا بالباي مانوال ولا بالهوكينج ميثود ولا بالديبنج ميثود؟ انا مش هسال مش هجاوب لكم السؤال ده، انا عايزكم بعد ما اخلص المحاضره انا تعمدت ان ما اقولكوش ازاي، عايزكم تفتحوا اي كتاب كلينيكال تبصوا بسرعة اللي أنا قلته بسرعة. على فكرة المفروض أن أنا ما أعرفش أتركه قبل كده ولا اللي بياخدوا معايا كلينيكال، you have
ان كل واحد فيك ياخد كورس على سبيد ريدنج. سبيد ريدنج يعني ايه؟ تتكلم بسرعه، مش فاست ريدنج. فاست ريدنج ده تسرع، لكن سبيد ريدنج ازاي عينيك تكنيك معين، ازاي تقرا كتاب 200 صفحه في 20 مينتس او 30 مينتس، تقراه وتطلع منه شويه حاجات مش تقراه وتنساه. كويس، ده تكنيك معين وده كورس معين، انا يعني مش مجال نتكلم فيه بعدين. يبقى البربيشن تاورتا او نوت انسر ذيس كويشن جو اند ريد ات. طيب نيجي للبركشن. لو انا عايز اعمل بركشن يبقى بتبركس البوردر اوف ذا ليفر. قلنا لو انا حسيت الليفر يبقى انا هاف تو بركس الابر بوردر اوف ذا ليفر اللي هو التايدل بركشن. تبتدي منين؟ تبتدي من الرايت سكند انتركوستال سبيس، الميدل فينجر والميدل فينجر اوف ليفت هاند رايت هاند. وتبتدي الموفمنت دايما في البركشن تبقى جايه من الريست مش من ايدك كده، يبقى كده جايه من الريست. وتشوف يبقى ستارت من الرايت سكند انتركوستال سبيس. تستخدم لايت ولا هيفي بركشن؟ انا كاتب هيفي بركشن. ليه هيفي بركشن؟ حد يعرف؟ هو انا لما اجي بركس على هنا على السكند سبيس هنا، انا بركس هنا ايه؟ ايه الاورجن اللي تحتي؟ ايه يا مروه الاورجن اللي تحتي هنا؟ تحت السكين وتحت المسلز. مروه انت معانا؟ اي دكتور معلش الصوت كان بيقطع، ممكن حضرتك تعيد سؤال تاني؟ اقول لك البركشن، لو انا بعمل بركشن هنا على السكند رايت سبيس بعمل هيفي بركشن قلنا عشان نجيب الابر بوردر. هو ايه الاورجن اللي تحتي هنا؟ تحت السكين وتحت المسلز ورا الريبس. في الهارت البالمونري اريا. انا بتكلم على الرايت سايد، انا بتكلم على اورجن رايت لونج اللونج. تمام. طيب يبقى انا غالبا هنا انا عايز اعمل هيفي بركشن عشان ديتكت ايه؟ الابر بوردر اوف ذا ليفر. طب بعمل ازاي؟ بعمل هيفي بركشن هلاقيها ريزونانت ولا ضل؟ انا بركز هنا ايه؟ في السكند سبيس لانج. اللانج فيها ايه؟ فيها هواء، تبقى ريزونانت ولا ضل؟ ريزونانت. ريزونانت يا دكتور. اكسلنت. ابتدي انزل سبيس باي سبيس لحد ما الاقي ضلنس. لما الاقي ضلنس يبقى الحته دي فيها ايه؟ فيها ليفر. فيها ليفر. تمام، فيها ليفر. الليفر سوليد اورجانس. طب انا عايز اتاكد، 100% ان ده الليفر. اعمل ايه؟ اخلي العيان ياخد نفس. لما العيان ياخد نفس ايه اللي هيحصل؟ اللونج هات اكسباند، اللونج هتنزل. الاقي الضل بقى ايه؟ الضل بقى ايه؟ بقى ريزونانت. يبقى هو ده اللون. لو جالك سؤال بقى حد قال لك ايه؟ When the upper border is reached, ask the patient to take a deep breath and hold it inside. Which is correct? لو كان ده الـ upper border of the liver. Resonant يبقى ضل ولا الضل يبقى resonant؟ ضل becomes resonant. الضل becomes resonant. خلاص، لان انا كنت الاول هنا عند second space. في lung في liver موجود عند second space؟ طبعا لا. الموجود ضل. لا. الاقي resonant. resonant. فدرست في دولنس. يبقى انا وصلت هنا لايه؟ للابر بوردر اوف ذا ليفر. لو نزلت كمان تحت الاقيه ضل، بس انا بشوف اول سبيس لقينا في دولنس، يبقى ده الابر بوردر اوف ذا ليفر. بقول للعيان خد نفس واكتمه جوه. العيان بياخد نفس ويكتمه، اللونج هات اكسباند، اعمل بركشن، الاقي الضل بقى resonant. اشوف السبيس ده وابتدي اعده بالطريقه المعتاده اللي انتوا عارفينها من اول السكند 3 4 5. يبقى هنا الابر بوردر اوف ذا ليفر في الفيث انتركوستال سبيس، وانا حاسس الليفر ده 5 سنتي الرايت لوب و7 سنتي الليفت لوب، يبقى الليفر ده ما هوش توز ليفر، الليفر ده ايه؟ انلارجد ليفر. طيب ده نفس الكلام اللي احنا عملناه، يعني pay attention to the change in the percussion note from resonant to dull. ده وانت نازل من فوق، وبعدين لحد ما تلاقي الضل تقول له خد نفس، الضل يبقى resonant. يبقى الاول يبقى resonant. بدل اي ضلنس يبقى ده الابر بوردر اوف ذا ليفر. ياخد نفس، الضل
يبقى ريزونانت يبقى ده كان لونج يبقى ده السايت اوف ذا ابر بوردر اوف ذا ليفر. طيب الحاجه اللي بعمل لها بيركشن ثاني مهم الاسايتس. الاسايتس ممكن تبقى مايلد اسايتس، ممكن تبقى مودريت اسايتس، ممكن تبقى سيفير اسايتس. ده سيفير اسايتس. العيان ده غالبا when you start to percuss اقول لكم بعد كده نبتديها ازاي، ببتدي اعمل percussion. العيان اللي هو usually distended ده سهل جدا ان انت to diagnose، وهقول لكم بتعملوا ايه shifting darkness بتعمل ازاي في المرضى دول. يبتدي تعمل percussion في midline كويس، ده علشان لحد ما تلاقي حتة بقت ضل. لو ضل يبقى هيلاقي فيها ميه، تبتدي تمشي من الميد لاين تمشي يمين وتمشي شمال. المفروض لو تبصوا هنا هتلاقي لو العيان نايم على ظهره سوباين لو في ميه هتبقى الحته دي. انا عندي اعتقد رسمه ليها، خليني اقولها لكم الرسمه راحت فين. الرسمه هنا بس شايفين العين وهو نايم كده على الشمال، هتلاقي الجزء الوسطاني ده في هواء، لان دايما لو في ميه الميه فوقيها هواء، فالميه تحت والهواء فوقيها، فتلاقي الدولنس دايما موجود في الفلانكس. لو انت جبت العيان ده نيمته على جنبه، الجزء اللي فيه ميه ده هينزل والهواء هيطلع فوق، عشان كده اسمه شيفتنج دولنس. يعني دولنس موجود في البريفري، انا بعمل بركشن كده 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 وبعد كده نزلت كويس كده كده، لو انتوا شايفيني ناحيه الفلانك لقيت في دولنس. اول ما الاقي دولنس اسك ذا بيشنت انه ينام على الناحيه دي، لما البيشنت ينام على الناحيه الثانيه هلاقي الجزء الضل بقى ريزونانت، عشان كده اسمه شيفتنج دولنس. ده العيان ده سهل جدا يتعمل، وهتلاقي نفسك انت بتعمل بركشن كده، حتى الامبولاكس بتاعته الشيفت داونورد، معناها ان فيفر اوف ذا بريشر اوف ذا فوليوم اوف ذا فلويد موفينج الامبولاكس داون. العيان ده لو انت عملت له بركشن هتلاقي الفلويد موجود في الحته اللي حواليها، والجزء اللي في الوسط ده كله ريزونانت. لو انت جيت تعمل بركشن من اول الامبليكس وفوق كل اللي حواليه ده ريزونانت، لكن لما تيجي تعمل بركشن في الرايت سايد او الليفت سايد او حتى اللور بارت اوف ذا ابدومن تلاقيه ضل. لو طلبت العيان ده انه ينام على جنبه الشمال هتلاقي الضل بقى ريزونانت. لو طلبت منه ينام الناحيه الثانيه هتلاقي الضل بقى ريزونانت. باي ذا واي بتعمله على ناحيه ولا على ناحيتين؟ لا اعمله على ناحيتين، لانه سام تايمز الفلويد ده يبقى انسيستنت كويس، ما يبقاش داز نوت شيفت، تلاقي شيفت على حته وعلى حته لا. لكن ده المنظر بتاعه، وادي الطريقه اللي بتعمل بيها البركشن، وادي العيان بعد ما نام على جنبه. حاجه مهمه جدا لما تيجي تنام العيان على جنبه يو هاف تو ويت 30 سكندز. دي ميه بتنزل يا جماعه، تخيل ميه في ازازه وانت عايز تدلقها بس بتاخد وقت على بال ما تتفضل. نفس الطريقه عشان تدي وقت للميه انها تموف من الحته دي للناحيه الثانيه، عشان في الاخر وانت بتعمل بركشن تخلي ايدك في نفس المكان. دونت موف ات. الزملاء اللي موجودين يوم الخميس للاسف هبقى مش موجود معاهم يوم الخميس، كنت اتمنى وجودي بس انا عندي كوميتمنت من الشهر ابقى موجود، لكن هم فيهم البركه هيخلصوا لكم ان شاء الله الموضوع ده. هتلاقي you have to wait 30 seconds before percussing again. في اوسكالتيشن احنا كلمة انسبكشن بالتيشن بركشن اوسكالتيشن. طبعا ممكن تسمع اورتيك برمي لو موجود في الميدل لاين، ممكن تسمع على حتى رينال ارتري. يعني غالبا السمع مهم جدا في الكارديولوجيا اكتر، لكن في الابدومن يمكن بتسمع اكتر الانستان ساونز كويس، تشوفها نورمال انستان ساونز ولا اكزاجيريتد ساونز في الناس اللي عندهم اوبستراكشن ولا سلاجش ساونز. برضو في الناس اللي عندهم obstruction او عندهم مشاكل في motility disorder. لكن كمان ممكن نسمع بروي موجود. يعني انا حاولت في خلال الساعة، احنا الساعة كام دلوقتي؟ 10 وربع. يعني تقريبا في الفترة من ساعة وربع اللي فاتت دول، ان انا نتكلم بسرعة كده زي ريفيو سريع على الابدومن من اول الكومن سيمتومز، من اول الكومن diseases، من اول الميثودز اوف اسسمنت وانفستيجيشن، من اول الديفينيشن
بتاع شوية حاجات. حاولنا نركز تلتين المحاضرة على الجزء الكلينيكال انسبكشن بالبيشن بيركشن اوسكالتيشن بالبيشن سوبرفيشال وديب، وقلنا الكلينيكال بيرز الموجودة في كل حاجة من الحاجات دي. المحاضرة عندكم ريكوردد ممكن ترجعوا لها، وما تنسوش الهوم ورك بالبيشن اوف ذا اورتا which method is more accurate، وممكن ترجعوا حتى على هتلاقوا على اليوتيوب في افلام بدل ما تبقى صورة ستاتيك كده ممكن تلاقي فيلم صغير كده how to examine the abdomen، هتلاقي فيه كذا فيلم كويسين موجودين على اليوتيوب. شكرا جزيلا، ولو في حد عنده سؤال will be more than happy to answer. شكرا جدا لحضرتك يا دكتور. الله يخليك. هل حكايه الصور؟ عايز اسالكم على الفيدباك بتاعكم، وانا بحبه يعني لانه انتوا بتساعدونا ان احنا في كريتيكال تايم، فبنعمل حاجات عمرنا ما عملناها قبل كده في التيتشنج والاديوكيشن. هل وجود الصور على الاقل بالدايجرامز ده يساعد؟ انا كنت بعتقد ممكن يساعد احسن من الكلام، ولو كنت جبت فيلم او فيديو كان بقت الطف، لكن الحاجات دي محتاجه انترنت اسرع من كده، وانتم ممكن تشوفوها اون يور اون بدل هوم ورك بتاعكم، لكن على الاقل يبقوا شفتوا الصور. هل دي ذيس از نوت ايديال كلينيكال ايديال دي ثيرد داي؟ لكن نعم دايما الفيديوز والصور احسن، يعني الفيجوال ميموري تكون عندنا حاضره اكتر من الكلام الصامت كده او كلام بس. Did you find these images to be useful rather than speaking? Okay. Okay. يا دكتور بتخلينا نتخيل اكتر يعني ما نشوف الكلام كده، واكيد العملي التطبيق العملي على البيشنت هيكون احسن لينا بكتير. في بقى خطوه في الوسط يا مروه، كويس. انتوا لسه عندكم النهارده الثلاثه، عندكم الثلاثه والاربعه. لو حد فيكم يقدر يبص على اليوتيوب وتبص على الابدومينال اكزامينشن، كويس، هتلاقي افلام، في افلام 2 مينتس، في افلام 7 8 9 10 مينتس كمان بتديك فكره اكتر. لكن هي انا كان الهدف النهارده انه مش بس اكزامينشن، الاكزامينشن الهيستوري از ان امبورتنت بارت، عشان كده اتكلمنا على السيمبتومز. الدايجنوزس از ان امبورتنت بارت، عشان كده اتكلمنا على الكومن جي اي ديزيزز. الانفستيجيشنز اللي بتعملها سواء لاب سواء الترا ساوند سواء راديولوجي، هو ده رسم الامتحانات. ليه تطلب الترا ساوند مش سي تي؟ هو ايه الفرق بين السي تي والام ار اي؟ هو انهي ليجن تبين اكتر؟ طب تعمل بريان ميل ولا تعمل اندوسكوبي؟ طب ليه بتعمل الفحص ده؟ طب وهكذا. ليه لايبيز مش اميليز؟ اللي هو الكلام اللي انا قلته بسرعه. كمان الجزء بتاع الاكزامينشن، فانا حاولت اعمل السبب لكل حاجه من اول الهيستوري، الكومن ديزيزز، الكومن سيمبتومز، الديفينيشن بتاع بعض السيمبتومز، الاسئله اللي بتتسال زي الفرق بين الهيموبتيز والمالينا، الهيماتوكيجيا، الهيموبتيز والهيماتيمسيس، الفروقات. الهيماتيمسيس والمالينا الاثنين بيعنوا ان upper جي اي بليدنج. في ديفينيشن ثانيه بقى ممكن نقعد نتكلم فيهم كتير، ديسبيبسيا وغيره وغيره، بس ما حبيتش اخلي المحاضره نظري. فكده ايه بنطلب ازاي انفستيجيشن ونعمل ازاي بعد كده الاكزامينشن بسرعه. شكرا يا دكتور على تسهيل الموضوع لينا، ربنا يبارك في حضرتك يا رب. ربنا يوفقك ويا رب ان شاء الله يوم الخميس تلاقوه انجابل. وشكرا ليكم. حد عنده سؤال تاني قبل ما ننهي الميتنج؟ شكرا دكتور. طيب شكرا يا عبد الله. شكرا جدا يا دكتور. ميرسي يا مروه، ميرسي. دكتور منظور انت معانا؟ شكرا لحضرتك يا دكتور، شكرا. الله يخليك، الله يخليك. ميرسي يا محمد، شكرا. طيب دكتور منظور يمكن خرج ولا حاجه، ف يلا خلاص هننهي الميتنج احنا يا دكتور، ما فيش مشكله. شكرا. لا هو انا هعمل لكم، هحط لكم الميتنج دلوقتي على الكورس ماتيريال ايميديتلي وانس اي فينش. انا ما اعرفش اذا كان احمد منظور حطها ولا لا، بس انا هعمل لها ابلود حالا دلوقتي عشان لو حد عايز يرجع ليها في اي وقت يعني. تمام، وصلت يا دكتور، شكرا لحضرتك. جاي تبص في حاجه على اليوتيوب، وربنا يوفقك ان شاء الله. ان شاء الله يا دكتور، شكرا جدا. الله يخليك، باي باي، مع السلامه. مع السلامه. السلام.